وهنايا البنات راني جففت السبيل ديالي، وماشي ضروري واحد الميساج البنات، ماشي ضروري نوريكم الطريقه باش جففت بها، حيت نتوما اللي كتساعدوا هذوك الناس باش يديروا هذوك الروتينات اللي بنادم اون فوا كيحط الفيديو يعني كيطلع نسبه المشاهده، نتوما اللي كتعاونوهم. وبالعكس ما عزيزش عليكم شي واحد اللي يدير معكم واحد الروتين اللي هو نقي، يعني ديال الناس المحترمين، يعني نتوما اللي كتساعدوهم. طبيعة الحال يعني اي واحد راه كيشوف الفيديو ديالو طلع صاروخيه، اكيد غادي يبقى هذوك هما الفيديوهات ديالو، اليوم يلبس كولون وغدا يلبس طايا وغادا المسيره. يعني نتوما اللي كتساعدوهم، ما كتساعدوش الناس اللي باغيين ياخذوا طرف ديال الخص بواحد الطريقه اللي يعني يوريكم الشقه ديالهم ولكن بطريقه زوينه. هاد الفيديو دوات العاديين يعني اللي كنديرو فيهم الشقه عادي ما كيطلعوش البنات نهائيا. نتوما السبب كويز ديال اتاي وخبيز ديال الدار وشويه ديال زيت العود مع التميرات. غادي نفطر، عاد غادي نبدا الشقه ديالي. البنات هنايا راه كنبغي نشارك معكم هاد الروتينات، يعني غير باش حتى نتوما اللي عندها شي ركاريت نوض جبدهم. يلا نوض الحادقات، كل وحده تشمر على كتفاتها وتنوض جبد الركاني اللي عندها، واللي عنده شي صابون ينوض يصبنو، اللي عنده شي حاجه ينوض يديرها. هنايا انا يا راه غادي نخرج هاد البيت اللي كنفطر فيه. واحد النصيحه البنات، فاش تكوني باغا تخملي الدار ديالك يعني ما تنوضيش نوضه وحده وتخمليها كامله، بداي بالحاجه بالحاجه. بحال هنايا انا غنخمل هذا البيت هو الاول اليوم، ونصبن الطليمطات ديالو، المهم نخملو، وعاد ملي نرجع ليه الفراج ديالو نتحول لبلاصه اخرى، يعني ما نديروش شقه كامل البنات في مره واحده. بحال هكا راكي كتعيي غير راسك والصحه البنات راه ما كتعوضش. يعني نحاولوا على روسنا، والشقه راه ما كيساليش، يعني وقت ما نطي راكي غادا تشقاي، وخا تشقاي البنات كل هاد النهار راه غدا ثاني غادي تشقاي. يعني نعطي الراحه لراسك، ما تكونيش يعني داك الجهد، يعني راه كل واحد يقدر يخرج الدار كامله في نهار واحد، ولكن راه ملي كيعيا راه ما كيعقل، ملي كتعياي راه ما كيعقل عليك حتى شي واحد. يعني غتولي باغا غير اللي ما طلق كاس ديال الماء وما طلقيش. هادشي علاش يعني نحاولوا على الصحه ديالنا. اليوم خرجنا هاد البلاصه، غدا نجبدوا هاد البلاصه وحنا غاديين. يعني الشقه الا كان كيدير هاد الدار اللي بغيت نجمعها يعني في نهار واحد ندير فيها انا يومين، يعني نقسمها على جوج، اولا الا كنت غندير فيها 4 ايام نقسمها انا على 6 ايام، ما كاينش المشكل. ويلا هالبنات نديرو في بعضياتنا الحماس. صافي انا هنايا راه غادي نخرج البيت كامل، وبقاو مع الفيديو للاخر،
وما تنسوش البنات الضغط على المربع الاحمر باش يبقى يوصلكم كل جديد. وان شاء الله غادي نبقى نحط لكم هاد بحال هاد الروتينات فقط غير باش نتحمسوا من بعضياتنا ويسهل علينا الشقة. حتى انا يعني كنشوف فيديوهات بحال هكا وكنتحمس وكنشقى وكيسهل الشقة. نتمنى يعجبكم الفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة. وهنايا البنات راني جففت السبيد ديالي وماشي ضروري. واحد الميساج البنات، ماشي ضروري نوريكم الطريقه باش جففت بها، حيت نتوما اللي كتساعدوا هذوك الناس باش يديروا هذوك الروتينات اللي بنادم اون فوا كيحط الفيديو يعني كيطلع نسبه المشاهده، نتوما اللي كتعاونوهم. وبالعكس معليش عليكم شي واحد اللي يدير معكم واحد الروتين اللي هو نقي، يعني ديال الناس المحترمين، يعني نتوما اللي كتساعدوهم. طبيعة الحال يعني اي واحد راه كيشوف الفيديو ديالو طلع صاروخيه اكيد غادي يبقى هذوك هما الفيديوهات ديالو، اليوم يلبس كولون وغدا يلبس طايا وغادا المسيره. يعني نتوما اللي كتساعدوهم، ما كتساعدوش الناس اللي باغيين ياخذوا الطرف ديال الخص بواحد الطريقه اللي يعني يوريكم الشقه ديالهم ولكن بطريقه زوينه. هاد الفيديو دوات العاديين يعني اللي كنديرو فيهم الشقه عادي ما كيطلعوش البنات نهائيا. نتوما السبب.